للحديث أكثر عن ذكرى ثورة 20% والرسالة التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبتها، معنا هاتفيا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. حياكم الله دكتور عبد الحميد. إذا تمر هذه الأيام، في هذه الأيام تمر ذكرى 100 لثورة 20، ماذا تمثل هذه الثورة في العقل الجمعي العراقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 20 حقيقة نقطة فاصلة في تاريخ العراق المعاصر، ومنذ 100 عام حتى اليوم الكثير من أبناء العراق يستذكرونها بفخر لما حملته من قيم عظيمة. ثورة 20 اليوم حينما نستذكرها نستذكر أهدافها، الأهداف التي قامت عليها يعني، والأسباب التي دفعت الثوار إلى قيام بثورتهم، كما وهو المهم أيضا القيم التي حملها الثوار في حينها، ألا وهي قيمة الوطن في حينها والهوية الوطنية التي جمعت أبناء العراقي ثوار العراقي من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه. لم تكن في حينها هويات طائفية تصدع جمعهم ولا تفرق كلمتهم، كما يحاول المحتل في كل زمن وحين، وكما عمل عليه على هذا يعني قصدي عمل عليه الاحتلال الحالي، وهو تفريق أبناء الشعب العراقي إلى جماعات وإلى هويات فرعية. ولذا وصل الحال بنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من الضعف والهوان. يعني من الواضح أن الهيئة تعد ثورة 20 ومبادئها جزءا من أدبيتها وثوابتها، كيف تنظرون في هيئة علماء المسلمين لهذه الثورة، لا سيما قد ذكرتم في رسالتكم أن الاحتفال والاحتفاء بها لا يكون إلا بأبناء الثورة المؤمنين بها؟ لما حملته من قيم عظيمة وهي القيمة الوطنية، فكما هو معروف هيئة علماء المسلمين منذ أن تأسست في عام 2003 عقب الاحتلال مباشرة، بل وقبل ذلك حينما نادى علماء العراق الذين كانوا يحذرون من الاحتلال ومن مخاطره ومن مجرد القبول به، كان القصد في ذلك كله وفي هذه الأدبيات طيلة السنوات الماضية كلها هي قضية الخطاب الوطني، وأن يجب أن يلتف الشعب العراقي على هدف وطني واحد لتحرير البلد من هذا من رس الاحتلال. هذا ما وجدناه في ثورة 20 حينما كانت القيمة الوطنية عند أبناء العراق عامة، الذين يعني من الثوار خاصة الذين تصدوا لمشروع الاحتلال البريطاني في حينه. ولذا نحن اليوم نصر على أنه يكون هذا هو الطريق، طريق الوحدة الوطنية من أجل الخلاص من أي رجس من أرجاس أي محتل ومن كل أثر من آثاره. ماذا تفسيركم دكتور عبد الحميد لتجاهل النظام الحالي وشركاء العملية السياسية في العراق لذكرى مهمة هي من أعظم الثورات ليس في تاريخ العراق فحسب بل في تاريخ الأمة؟ يعني لأنه هم جزء من مشروع الاحتلال كما هو معروف، وإن كان سمعنا ربما البعض يغرد هنا ويكتب هنالك وربما يقيم احتفالية خجولة هنا وهناك، إلا أن هذه الشعارات هي باتت اليوم مفضوحة أمام الشعب العراقي الذي عرف أن هؤلاء الذين يسيرون في طريق المحتل وفي مشروع المحتل ويرسخون لوجوده ويشاركون في نهب أموال العراقي وفي إيذاء أبناء الشعب العراقي وفي ما وصل إليه العراقيون اليوم من حالة مأساوية كبيرة، هؤلاء لا يمثلون وليس لهم علاقة بثورة 20، وإن حاولوا التستر في بعض الشعارات أو محاولة المجاملة بكلمة هنا أو تهنئة هناك. إذن أخيرا دكتور عبد الحميد، في ذكرى ثورة 20 التي تتزامن مع ثورة شعبية على أحزاب المحاصصة الطائفية، كيف ترون مستقبل العراق؟ يعني ما دامت هذه الروح موجودة لدى أبناء الشعب العراقي معناها أنه الكثير وخاصة الشباب أنهم لم ينخدعوا في طيلة المدة الماضية لم ينخدعوا بالخطابات التي حاول
أتباعه الاحتلال وأذنابه وعملائه من كل الفئات أن يمرروها على أبناء الشعب العراقي. فالشعب العراقي اليوم لا يزال واعيا ضد مخطط التفرقة الطائفية والمحاصصات التي سارت على نهج هذه الأحزاب. فما دام هنالك قسم كبير من أبناء الشعب العراقي لا يزال يقدم الهوية الوطنية على هذه الهويات الطائفية والعرقية وغيرها، فالأمل بهم إن شاء الله تعالى، والقادم بإذن الله تعالى يبشر بالخير حينما يتخلص العراق من هؤلاء الذين رسخوا هذه المبادئ، مبادئ الاحتلال ومبادئ الفساد والفتنة. شكرا جزيلا لكم من اسطنبول، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العامي.